السلام عليكم. دلوقتي هشوف ازاي نعمل تسليح لمثلا عمود من خلال أداة اسمها نادف REX. أقول له مثلا عايز أسلح الكولوم، أعلم على الكولوم اهوت، وهاجي هنا وأقول له كولومز. لاحظ إن هو غاب ثواني، غاب ثواني ليه؟ عشان يجيب لي الإعدادات ديت، يبدأ يشوف الكولوم ده الأبعاد بتاعته إيه، الطول بتاعه إيه، وهكذا. كل الحاجات دي هو خدها حطها، فما أقدرش أعدل فيها. هي دي اللي انا ساعه لما جيت اعمل الاستراكشر كولوم دخلت انا المعلومات ديت، فدي انا ما اقدرش اعدل فيها. اقدر اعدل بعد كده في البارس، ابدا اشوف الاقطار دي هتبقى قد ايه، ابدا اشوف الماتيريال الهوكس لو انت عايز تحط هوك فوق توب وبوتوم، عدد النمبر اوف بارس قد ايه، الاسترابس هتبقى قد ايه، تقدر تختار الشكل بتاعها من هنا شكل الكنبة ديت، تقدر تختار الأقطار بتاعتها، الهوك هيبقى عامل ازاي، تقدر تختار النوع اللي انت عايزه، الدويلز تقدر تشوف الإعدادات بتاعتها، الرينفورسمنت اريا، وبعد كده تقول له اوكي هيبدأ يعمل لك تسليح بالشكل دوت. تمام. طيب لو مظهرش عندك التسليح لأي سبب من الأسباب، تقدر تعمل سيلكت عليه، ممكن تعمل حتى سيلكت كده وتقول له فلتر، وتقول له انا عايز الاستراكشر ريبار. هتلاقي من ضمن الخواص اللي هي فيو فيزيبيليتي، تشوف هل هو ظاهر عندك في الفيو اللي انت موجود فيه ولا لا. ساعات ما بيظهرش مثلا في 3D، فانت تقدر تظهره بالشكل دوت، يبقى ظاهر عندك، وتقدر تدخل في السكشن تقدر تشوفه، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز.